يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يحب من يطعن في الأنبياء أو الصحابة ويقتني كتبه، هل هذا أتى بأوثق عرى الإيمان؟ الذي يحب من حاد الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والذي يبغض الصحابة ويسب الصحابة هذا محاد لله ولرسوله، فلا يجوز محبته ولا اقتناء كتبه إلا إذا كان عالما يريد الرد عليها ونقض ما فيها، لا بأس. أما أن يقتنيها محبة لها وعشقا لها فهذا لا يجوز. نعم.